أطلقت مجموعة MBC منصتها الرقمية لخدمة الفيديو حسب الطلب شاهد بحلتها الجديدة في حفل ضخم نظمته في دار دبي للأوبرا. هذه الخطوة بتشكل نقلة نوعية في مسيرة المجموعة وانطلاقة جديدة لعملها بحسب ما وصفها رئيس مجلس إدارة المجموعة وليد الإبراهيم. طبعاً رئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم أكد على أن هذه الانطلاقة تؤسس لحقبة جديدة من الترفيه الرقمي عبر إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتوى إحلامي نوعي بمواصفات عالمية للاستمرار في توفير أفضل التجارب الإعلامية في المنطقة وعلى كافة الشاشات والمنصات. اليوم يشهد وطني المملكة العربية السعودية ثورة اقتصادية واجتماعية معرفية وشبابية ثقافية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملهم والدعم الأول للمشاريع الضخمة والواعدة. ثورة هي بمثابة حلم راودنا على مدى الأجيال، وكان أقصى طموحنا أن يعيشه أولادنا أو حتى أحفادنا، لكن اليوم نراه يتحقق أمام عيوننا. مواكبة اللحظة التاريخية في المملكة والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطورة والداعمة لقطاع الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى للاستمرار في توفير أفضل تجربة إعلامية في المنطقة على كافة الشاشات والمنصات، ومعها تنظيم الفعاليات الضخمة وغيرها الكثير. لدينا ما يكفي من أفكار وخبرات وطاقات مبدعة وميزانيات لتحقيق ذلك كله. هذا ما نرمز إليه ونجسده في مجموعة MBC. نحن اليوم أمام انطلاقة جديدة شبيهة بعملية التأسيس الأولى، مع الاختلاف في الظروف وحجم المنافسة. أبرز عناصر هذه الانطلاقة الجديدة هي أولاً أخذ زمام المبادرة لإيصال قصصنا ورواياتنا للعالم عبر إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتوى إعلامي نوعي بمواصفات عالمية قادرة على الانتشار في القارات الخمس، والإسهام تدريجياً في تغيير الصورة النمطية عن منطقتنا وتعزيز حضورنا على خارطة الترفيه العالمي. وهذا تحديداً ما نصبو إليه عبر MBC Studios. نعرف تماماً مكانة عمالقة الإعلام والترفيه في المشهد الرقمي عالمياً عبر الميزانيات الضخمة والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية الهائلة، لكن ما يميزنا بعد خبرة 30 عام في هذا المجال هو أننا نعرف منطقتنا أكثر من غيرنا، كما نعرف طموحات أهلنا والقدرات الكامنة لدى شبابنا. وما يميزنا أيضاً هو أن شاهد هو المنصة الرقمية المتطورة والرائدة إقليمياً، وسيمتلك من الآن وصاعداً المقومات الضرورية للمنافسة عالمياً. أخيراً قد يقال لنا مجدداً مهمة مستحيلة. لهؤلاء أقول ما يردده الشيخ محمد بن راشد المكتوم: المستقبل لا ينتظر بل يصنع. شكراً.